ما صحة القول بأن أبا حنيفة قابل عددا كبيرا من الصحابة؟ وهل صح عنه أنه روى عن عبد الله بن أنيس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ووافر بن الأسقع وغيرهم؟ لا يثبت هذا. وفي تهذيب التهذيب رأى أنس رأى أنس أي ولم يذكر أنه سمع عنه. فكل هذه يا أخوان من غلو الحنفية في أصحابهم، كما قيل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وعن أنصح في قراءة التنكيل بما في تأنيث الكوثر من الأباطيل، وفي قراءة ما خالف فيه أبو حنيفة الحديث من مصنف ابن أبي شيبة، وهو يعتبر في أواخر المصنف. نعم، حتى تعرف أن أبا حنيفة أغرق في الرأي، والمحدثون بعد توغله بالرأي وبعد ماذا اضطراب في الأحاديث وكذا أيضا تصحيح الأحاديث الضعيفة إلى غير ذلك، المحدثون اشمأزوا منه وقدحوا فيه. فإن قال قائل ذاك كتاب اسمه مسند أبي حنيفة، فالكتاب لم يؤلفه أبو حنيفة، إنما ألفه بعض الحنفية. ونعم